بطي اللي عاملني ويجيبوا لعائلتي شي بنياتي ولدي باقي صغير ما تنخدمش نخدم مرة عمرها ما كاينش اللي قابلها وليا كون انا كنكرات الفساد مبقاش بغيت الفساد مبقاش بغيت شي حاجه خايبه كاع نهائيا انا بغيت اللي يعاوني جبريه صغيرة تا هو نفس المشكل يا بالفساد شي لا الله أي واحد أبغي رغا فرما ما كملاش الأربعين وجابت خالتي مرة ربا جرات علينا الدار تكرصات علينا كان واحد زيد حدانا تما كولت يعطيني ناكل طمعني بجواج بقيت معاه شافوني دار أم وكلشي صدقت والدة بنية كبيرة عندي زاد بقيت غادي هكاك في حياة الزنقة صدقت والدة بنية أخرى السلام عليكم انا سميتني فاطمه الزهراء انا واحد سيد الزوين مات لي الوالده بقيت عايشه مع مرت الوالد تكرفصات عليا يجي با يضربني تحرشوا عليا يضربني تكرفصات عليا بزاف كاين ماشي مشكل ثاني خوتي جراو عليا خويا الكبير كافيهم باغي يخرجي من الدار والوالد خويا من با مني مات الوالدة خلتني في العذاب ما قلتش عليها خلتني صغيرة ما قلتش عليها بزاف ما كملتش الأربعين وجابت خالتي مرة ربا جرت علينا بالدار تكرفصات علينا كان واحد زيد حدانا تما كولت يعطيني ناكل خرجت ديريكت للزنقة مني جرى عليا الوالد خرجت ديريكت للزنقة الزنقة تلاقيت مع واحد زيد طمعني بجواج بقيت معاه شافوني دار أم وكلشي صدقت والدة بنية كبيرة عندي من تماك وأنا غادا هكاك دوس معاه عامين قال لي ما هدر ولكن حرشو خوتو ما بقاش بغاني صافي زدت بقيت غادي هكاك في حياة الزنقة صدقت والدة بنية أخرى ما تنقدرش نسعى ما تنقدرش بزاف د الحوايج صدقت والده بنيه وزدت وليد اخر ملي خرجت من عند هذاك ولي ساعتيها الفساد الحليب وليكوش لبنتي ما عنديش لا عتقني ما كاينش لي يرحمني تنخدم ديك 70 درهم عندي الكرا عندي كلشي خرجت وليت والده بنيه اخرى ما قدرتش نحيدها حتى انا ما شتش امي باش نحيدها وندير الله سبحانه وتعالى عندي بنيتي حمد ربي شكرت واخا هكاك وانا كنكرهت الفساد مبقاش بغيت الفساد مبقاش بغيت شي حاجه خايبه كاع نهائيا انا بغيت هي اللي يعاوني هي اللي يعاوني على بنيتي الله يرحم لكم الوالدين اللي عاونوني انا كان شي محسن ولا كان شي هادي شوف هاد الحاله راه ما عندي ما نوكل وما عندي ما نشرب وما عندي وليد صغير تا هو نفس المشكل بالفساد شي لا الله أي واحد أبي رغافر الرحيم
السبب ديال هادشي كلشي مرت الوالد، هي اللي دارت لي هادشي كلشي، هي اللي خرجتني الزنقة وتخرج لهادشي وتوصلت للفساد وتوصلت بزاف الحوايج. كيسمحوا لي اخوتي، انا راني تقهرت اخوتي وغالب الله، وتنتا بلشتيني يرضي عليا، ماشي مشكل يرضي عليا، واللي ما عنديش مو راه غادي يحس بيا. مشات لي امي، مشى ليا كلشي. سمحوا لي اخوتي، سمحوا لي اللي جابني في هذا الفيديو، حيت انا ماشي عمت ودرت هذا الشيء. انا راه خاص الغالب الله عندي بنياتي مساكن عندي ولادي. تنطلبهم يعاونوني، الله يرحم لهم الوالدين، يعاونوني على وليداتي، وراني خدامه ب 70 درهم 10000 ريال باش كاريه، و 70 درهم عندي ليكوش وعندي الحليب والدريه صغيره والدري صغير. الغالب الله تنطلب انا على كان شي خدمه مستمره اللي بيعاونني فيها نخدم، ماشي ما نخدم انا صافي طيب لا، ولا كان شي محسن تيجي في الحال تاع الوليدات يحن عليا وهاد العواشر. الله يرحم لكم الوالدين اخوت، سمحوا لي ربي اللي عاوني ويجيبوا لعائلتي سير بنياتي ولدي باقي صغير، ما تنخدمش نخدم مره مره، ما كاينش اللي قابلهم ليا. كون انا كنكرهت الفساد، مبقيتش بغيت الفساد، مبقيتش بغيت شي حاجه خايبه كاع نهائيا، انا بغيت اللي يعاونني. وليد صغير تا هو نفس المشكل بالفساد، شلا عند الله أي واحد غير غفور ما كملاش الأربعين وجابت خالتي مرة ربا جرات علينا الدار، تكرفصات علينا، كان واحد السيد حدانا تما كولت يعطيني ناكل. طمعني بجواج، بقيت معاه، شافوني دار أمي وكلشي، صدقت والدة بنية كبيرة عندي، زاد بقيت غادي هكاك في حياة الزنقة، صدقت والدة بنية أخرى. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.